للمزيد حول أوضاع النازحين في ظل تصريحات مفوضية حقوق الإنسان وتبريرات وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناشط الحقوقي الأستاذ حسان شهاب. أستاذ حسان، بداية السلام عليكم. بحسب مفوضية حقوق الإنسان فإن الانتهاكات لا تتوقف بحق النازحين في المخيمات. كيف تصف أوضاع النازحين أو كيف ترى أوضاع النازحين في العراق في ظل تعاقب الكوارث والإهمال الحكومي وسطوة الميليشيات عليهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمتابعين الكرام. حياك الله. حقيقة الكل يعلم أن ذنب المحتجزين بمخيمات النزوح هو مكونهم، وما يحدث لهم هو انتقام طائفي ممنهج ومتقن من قبل السلطات والميليشيات، وأن معاملة الحكومة لهم بشكل تعسفي انتقامي هو دليل على تحميلهم مسؤولية ما حدث لمناطقهم، أي أن الحكومة تتعامل معهم على أنهم هم الفاعلون المسببون للأحداث وليسوا الضحية لذلك. تقوم بمحاسبتهم بهذه الصورة الانتقامية في المخيمات منذ سنوات. حقيقة الحكومة العراقية تتجاهل حاجات المخيمات الأساسية. النازحون الآن يذوقون الجوع والأمراض وبرد الشتاء وحر الصيف وكل أنواع العذاب، والسلطة وأحزابها غير مبالين لما يحدث للأطفال وكبار السن في هذه الخيام. أيضا الحكومة وأحزابها اتخذوا من هذه المخيمات كوارد مالي. هؤلاء حقيقة سرقوا المخصصات والتبرعات التي هي من أبسط حقوق النازحين، وهذا يصب عليهم بملايين الدولارات بل حتى مليارات، بالإضافة إلى أن الميليشيات يستغلون المناطق النازح أهلها لمصالحهم ومصالح إيران. فلدينا بعض المناطق تحولت إلى معسكرات لهذه الميليشيات ومخازن أسلحة ومعتقلات. أما إذا تكلمنا من الجانب الاقتصادي، مثلا الزراعة، تلك المناطق كانت تعد مصدرا للمحاصيل الزراعية تسد حاجة جزء كبير من العراق. طيب. أوقفوا الزراعة فيها قصرا. أستاذ حسان، وزارة الهجرة والمهجرين الحالية تؤكد أن نسبة النازحين العائدين لمناطقهم بلغت 75%. يعني هل ترى أنها أمنت وضعا جيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم، أم أن هذه النسبة هي مخالفة ومغايرة للواقع؟ نعم، في الواقع هذا التصريح التابع لوزارة الهجرة والمهجرين لا يعدو كونه تصريحا صوريا لا يمثل الواقع الحقيقي وينافي الحقيقة. لا يمكننا التعويل كثيرا على وزارة الهجرة والمهجرين كونها نتاج لمحاصصة طائفية ووزيرتها تتبع إلى حزب بابليون الذي يمتلك ميليشيا متهمة بقتل وتغييب الكثير من أهالي المدن المنكوبة، ورئيس الحزب مصنف مطلوب تحت دائرة الإرهاب الدولي. سيد الكريم، كيف لنازح أن يعود ومدينته مهدمة؟ هل يعود على أقوام الجثث في الموصل القديمة، أم يعود إلى جرف الصخر التي يسيطر عليها حزب الله؟ كيف يعود النازح ونفس الميليشيات تسيطر على مدينته؟ الميليشيات هي من تسببت بتهجيرهم وقتلت منهم وغيبت آلاف منهم، تاجرت بهم وتاجرت حتى بنزوحهم، والآن مسيطرة على مدنهم وترفض عودتهم، فكيف لنازح أن يعود لمن قتله وهجره؟ حقيقة مسألة 75% التي يدعون أنهم عادوا هذا تصريح كاذب، وبالدليل أنقل لك عن جهات حكومية كردية في الإقليم أكدت أن ما قالته وزارة الهجرة عن مخيم الجدعة هو أن الحكومة غيرت اسم المخيم من الجدعة إلى مركز تأهيل الجدعة، وبذلك يعد ملغى من قائمة المخيمات رسميا، وتغيير اسم المخيم إلى مركز تأهيل يمكننا وصفه باللعبة الجديدة. وأضف إلى ذلك وجود مخيمات عشوائية لم تدرج أساسا ضمن قائمة المخيمات، وبالنتيجة التصريح كاذب وبعيد كل البعد عن الواقع. طيب هنا نعم. كيف يعني ترى مستقبل النازحين مع هذا البرد القارس خلال هذه السنة عام 2022؟ في الواقع أزمة النازحين والمهجرين هي أزمة إنسانية. النازحون في الواقع يمرون في واقع قاسي وغير إنساني، إهمال حكومي، ضعف إداء، ومتاجرة من قبل وزارة الهجرة، عدم الجدية
من المنظمات الدولية لإرجاع هؤلاء النازحين في بيئة آمنة، بيع وشراء ومتاجرة لمعاناتهم واستغلال وجودهم للفساد الإداري. سياسة الحكومة منذ 19 عام أنتجت هذا الواقع. العراقيين يعانون في النزوح واللجوء والنفي إلى الداخل والخارج. حقيقة هذا الملف الثقيل تتحمله قوات الاحتلال وتوابعه من مكومات ما بعد الاحتلال وأحزاب السلطة وميليشياتها. نعم. شكرا جزيلا من اسطنبول الناشط الحقوقي الأستاذ حسان شهاب، شكرا لوجودك معنا.